السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذه ما تنساوناش من اللي جام، شكرا لكم على الدعم ديالكم. توصيل جميع المدن حتى خارج المغرب. اللي بغات دوز لا كوموند البنات، الرقم راه مكتوب في العنوان ديال الفيديو، وراه هو كاين في راه تيبان لكم مع الفيديو دايس. هذاك خاص بالواتساب فقط، خليو التعليق ديالكم باش تدخلوا لصحه المسابقه ان شاء الله اللي تندير لكم كل شهر. بالنسبه اليوم البنات غندير لكم بهاد اطقم هادو، فيهم لاشين، فيهم البراسلي، وفيهم خاتم. هادو البنات 220 درهم. كاين البنات هاد اللون هذا، اللي بغات شي حاجه البنات تاخذ صوره من لا فيديو وتحطها لي في الواتساب، يعني دير كابتور ايكرون. اللي ما عرفاش دخل وطلب لي الموديلات. كاين هذا في الخضر، يعني تيجي ديك لاشين ما هي مع الخاتم مع السنيسلا مع البراسلي عفوا. دونك كاين ثاني هذا اللي فيه الالوان، حتى هو تيجي زوين البنات. وبالنسبه للبنات التشكيله ديال البراسليات ديال لاسي ديال كل نهار، هادو البنات تيمشيو بوحدهم، تيمشيو مع السوايع. ممكن ديروا واحد، ممكن اللي بغات مثلا جوج ولا ثلاثه، ثاني بحال تيجيو مثلا مع الكارتي مع الكلو، تيجيو زوينين البنات. هادو شي حاجه البنات طوب البنات، وكاليتي زوينه بزاف. هادو البنات 100 درهم الواحد. هادو ديال اللاسي. رفيت وقيله الفيديو اللي قبل كنت وريتكم الثلاثيات، يعني درت لكم واحد التشكيلات من ثلاثه ديال البراسليات، هما تيجيو زوينين البنات. واللي بغات واحد، المهم حنا وريتكم ثاني واحد، كيف حيت كاين اللي ما تيبغيش ثلاثه تيبغي غير واحد، دونك وريتكم كل واحد بوحدو. دابا البنات غندوزو الحلقات ديال يعني النصاص او لويزه والفروج، المهم ديال الزمان. كاين هاد التشكيله هادي. دابا البنات بالنسبه للويز، هاد الحلقات وهاد الموديلات راه غتلقاوهم البنات كاينين في الذهب. دابا راه ما بقاش شحال هادي كان دارج غاديك ديال لويز اللي دايره سامبل، دابا تبارك الله داروا موديلات زوينين، كاين بالفليل، كاين بالحجر بالخضار، كاين بالحجر في الالوان، يعني كاين بزاف ديال الاشكال زوينين، وراه كاينين البنات في الذهب. يعني هادشي راه ما كاينش غير في البلاكيور، لا راه الموديل ملي تيخرج في الذهب تياخذوا الموديل وتيخرجوا في البلاكيوغ. هادو البنات اللاسي، وهادو الثمن ديالهم 80 درهم. كاين البنات هاد الرادكو هادي ديال سي دي مع الكورميطه ديالها ديال العنق مع ديال اليد، هادو البنات 130 درهم. بالنسبه للكورميطات كاين واحد ثلاثه ديال الموديلات جداد، ثاني ديال لاسي كنت وريتكم ديال اكس بي. هادو البنات ديال لاسي، هادو الثمن ديالهم 100 درهم. لاسي كيف تشوفوا بزاف راهما تيخدموا الماركه، يعني تيكون عندهم موديلات ديال الماركات العالميه. والبنات واحد السريتله اللي بزاف البنات خدوهم من عندي صراحه تجي زوينه بزاف، هي هذه. هذه سريتله ديال ثلاثه، فيها دوك جوج سامبل وفي هذاك الوسطاني تيجي كله حجر. هذه ديال لاسي البنات تجي زوينه بزاف، هذه 130 درهم حاليا، راه متوفره ولكن في طاي وحده البنات، فيها الطاي الكبيره فقط. بالنسبه للمارياجات البنات كاينين هادو اللي تيجيو جوج في واحد، جوج في واحد يعني نتوما غيبانوا لكم راهما جوج ولكن هما راه غير واحد ملاصقين. هادو البنات الثمن ديالهم هادو 80 درهم. هادو ديال اكس بي البنات الخوات المارياج.
وكاينين البنات الاطقم ديال 3 دي حاليا البنات راه متوفرين فيهم البراسلي فيهم لاشين بالعلاقه والحلقات والخاتم. هادو البنات 230 درهم ديال الاكس بي البنات. كاين هاد الموديل كاين هادو، هادو كلهم تيتسموا موديلات ديال 3 دي لانهم تيجيو بحال قلنا بومبي تيجيو. هادو 3 دي كاين هذا ديال جلوي هكا، كاين ثاني هاد الموديل، وكاين الموديل ديال الفراشه هو هذا البنات. هادو 230 درهم. دونك هادشي اللي كاين في لا فيديو هادي. دابا غادي نخليكم مع بعض الموديلات. شكرا لكم، ما تنساوناش من اللي جاني.